بسم الله الرحمن الرحيم. راح نصور لكم اليوم شقة 3 غرف وصالة في مشروع توال باهجة كنت الواقعة في باهجة شهر. طبعا هذه شقة نموذجية. تسليم المجمع راح يكون بإذن الله شهر 5 2019. طبعا عندهم نظام أقساط لمدة 10 سنين بضمان الدولة. طبعا هذه شقة 3 غرف صالة مساحتها 170 متر مربع، شقة نموذجية راح نصورها لكم. أول ما ندخل على يسارنا مباشرة عندنا المطبخ، تشطيب راقي جدا. طبعا المطبخ يسلم جاهز وبها الأجهزة الكهربائية جميعها ما عدا الثلاجة، جميع الأجهزة الكهربائية تسلم مع المطبخ. هذه البلكونة تابعة للمطبخ، مساحة شرحة. مساحة 170 متر مربع، 3 غرف صالة. المطبخ طبعا جميع الأجهزة الكهربائية راح تكون موجودة. وهنا عندنا مدخل الشقة، طبعا فيها الانترفون يكون النظام الذكي، وعندنا الدواليب الجاهزة خلف الباب مباشرة. هنا عندنا الصالة، طبعا راح تكون فيها ديكورات السقف بالإضافة إلى مكيف واحد موجود في الصالون. مثل ما انتم شايفين هذه التشطيبات الجميلة، لها بلكونة شرحة. طبعا راح تكون مطلات إما على المدينة أو إطلالات على الطبيعة. هذا المكيف فوق الباب مباشرة راح تكون موجودة. عندنا هنا الممر، طبعا على يدنا اليمين هنا عندنا دورة المياه الأولى. هذه الغرفة الأولى طبعا فيها أيضا بلكونة. هذه الغرفة الثانية أيضا بها بلكونة، جميع الغرف لها بلكونات. وعندنا هنا دواليب مجهزة لغسالة الملابس. هذه غرفة النوم الرئيسية، طبعا لها بلكونة خاصة تستخدم إما كدولاب أو بلكونة، بالإضافة إلى دورة مياه داخل غرفة النوم الرئيسية. طبعا المشروع بضمان الدولة مع إمكانية الأقساط لمدة 10 سنين.